السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدوات القوية في الشرح اللي هي الوايت بورد أو السبورة. طيب السبورة ديت اللي هو الموقع agie.io، هتلاقي روت أسفل الفيديو كالعادة، تقدر ترسم اللي أنت عايزه وأنت بتشرح للناس. يعني ممكن يكون في حاجة أونلاين وتبدأ تشرح لهم بالأدوات اللي هنا بالشكل دوت. هتلاقي في أدوات قوية لموضوع الشرح، إن ترسم لهم الحاجة اللي أنت عايز تقولها. الصورة ممكن تغني عن 1000 كلمة. الجميل في الوايت بورد ديت تمام، اللي هي موضوع انفايت، يعني ممكن اكتر من شخص يبقوا معاك على البورد وتبدأوا ترسموا، تبعت انفايت على الايميل ويبدأ يدخل معاك ويبدأ يرسم هو كمان. طبعا في موضوع الليرات، بحيث ان تقدر تدفي اللير معينة، تقدر تحط الالوان، فهو يعني شبيه شوية كده بالفوتوشوب، بس مش داخل في التعقيد، لا او مجرد حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت تفاعلي مع اكتر من شخص، تقدر ترسموا اللي انتوا عايزينه على مع بعض وتبدأ تشاوروا مع بعض.